على فكرة برضو بمناسبة الصحاب، عايزين نقول لطلبة الثانوية العامة اللي هم بقى داخلين الجامعة السنة دي، استمتعوا برضو بأيام الجامعة لأن فعلا بتبقى جميلة وما تتعوضش حقيقي. وصحاب الجامعة دول بقى هم اللي بيبقوا اللي بيشاركوك بعد كده حتى أي تفاصيل، لو اشتغلت لو دخلت أي مجال معين، لأن دول بيبقوا أكتر ناس فاهمين اللي أنت كمان بتتكلم فيه. فبرضه استمتعوا بالجامعه، يعني ليها حلاوتها زي المدرسه بالظبط. واحنا يمكن عندنا خبر جميل هنتكلم عنه برضه ليه علاقه بالجامعه، ولكن المدارس دلوقتي يا جيسي وناس كتيره مهتمه تعرف العوده بقى للمدارس في ظل كورونا هتبقى عامله ازاي، وايه خطه وزاره التربيه والتعليم بالتاكيد في القصة كل دي. الاهالي وكل الطلبه والطالبات بالتاكيد ده يعني شغلهم الشاغل في الفتره دي، هنرجع المدرسه مش هنرجع المدرسه، طب هنروح ازاي، طب هنروح امتى، هنروح قد ايه، كل دي اسئله الحقيقه اسئله مهمه جدا. وعلشان كده كان في مخطط صحي او مقترح مخطط صحي للعام الدراسي الجديد، بيقول يعني وزاره الصحه يعني كانت اقترحت ان الطلبه يحضروا يومين فقط عشان لحد من انتقال العدوى، طبعا عدوى فيروس كورونا. المخطط اللي انفردت بيه جريده الوطن ونشرته امبارح بالليل بيشرح ازاي الطلبه هيتعاملوا طوال اليوم الدراسي، بدايه من ركوب الاتوبيسات الصبح عشان يوصلوا للمدارس في اول يوم، مرورا بقى بدخول المدرسه ودخول الفصول، وازاي هيقعدوا في الفصل، الانشطه الرياضيه هل يكون في انشطه رياضيه ولا لا، وصولا لنهايه اليوم الدراسي. كل ده علشان نتفادى الاصابه او العدوى بفيروس كورونا في حاله طبعا الاصابه. هدف الخطه دي هو الحد من انتقال العدوى اثناء الانشطه الدراسيه، سواء كانت دراسه يعني او انشطه رياضيه. وكمان بالتاكيد العمل على رفع الوعي عند الطلاب وكمان المدرسين بالارشادات الوقائيه. ده هيكون من خلال 7 محاور. ال7 محاور دي هتشتمل على التباعد الجسدي، التهويه الجيده، التطهير الدوري، ورصد المرض والاحاله، وتوافر المستلزمات، ورفع الوعي، والوقايات الشخصيه.